ياه بعد عذاب، بس هو معرفش بقى الناس ساعات توصل لهذا اليوم كله. ما هيبان لهم. صباح بدأنا بدأنا صباح الخير أخيرا بعد عذاب شديد. هو بينا صباح الخير. يعني ان شاء الله الموبايل يعمل نوتيفيكيشن للناس فنبتدي كده نشوف بعض والامور التقنيه تتظبط. حقك علينا والله. في اوتيل في مكان تاني. احنا اهو الحمد لله. عايزين نبقى حاجه في الصوره، في الصوت اي حاجه. حقك علينا يا اولاد، معلش. صباح الخير. يا ترى كده باينين تمام؟ يعني ممكن نشيل بتاع ده خالص. تمام تمام. هو سامي سامي بلاد منين؟ مش كده احسن؟ كفايه ان احنا اصلا بنغني. الحمد لله. مثلا والله واحنا عملنا لينك على الـ اليوتيوب، وبعدين حصل بعض المشاكل التقنيه منعت الايه ده. الناس بس اصل الحمد لله عرفوا يوصلوا لنا. حقكم علينا والله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. طب هات لنا بقى الاسئله قريبك عشان نعرف نقرا. هنحاول. صباح الفل على حضراتكم جميعا، واحنا اسفين جدا والله على هذه المشاكل التقنيه البسيطه. ان شاء الله نكمل اللايف بسلامه. في اي مشاكل في الصوت، في اي مشاكل، في حاجه علي عامل لكم دوشه، بدا يزن، اي حاجه حاصله، ولا الدنيا تمام؟ علي نايم. حرام عليك انت. دلوقتي يصحى ان شاء الله. دلوقتي يصحى ان شاء الله كده يلعلع ويسمعكم اصواته كلها باذن الله. اولا كل سنه طيبين، وعايزين نقول لكم ان احنا مبسوطين جدا النهارده. ومروه عايزه تديكم الانترو عشان مروه مذيعه قويه جدا جدا. ده تدبيش ده تدبيش. اوكي. والله يعني اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، وانا مبسوطه جدا ان في ناس خدت من وقتها عشان تيجي تحضر معانا حته في يوم الفالنتاين. واحنا طبعا يعني حقكم علينا زي ما مصطفى قال، المشاكل اللي مش من عندنا خالص، احنا بس عشان مش في بيتنا فمش مسيطرين. وانا مهندسه اتصالات، بس والله المنطقه صعبه والاشياء كلها صعبه. الحمد لله وصلنا في الاخر. مش هقول لكم احنا في اوتيل ايه، عشان احنا قافشين عليهم. عايزين نعمل لهم نيجاتيف بابليستي. هم يشفع لهم بس ان كان عندهم اصاله مش اكتر. والله الحفله امبارح كانت عظيمه، فدي بصراحه يعني الشافيه ليهم النهارده. دي الحاجه الوحيده. والاوتيل طبعا عظيم علشان في مكان مهم وحلو وكل حاجه. بس احنا النهارده قررنا نعمل اللايف ده علشان نتكلم شويه على حاجه هم الناس انها تعرفها، طالما الناس كلها بتسالنا عليها، هي العلاقه الزوجيه. حصل. طبعا انا ومصطفى شويه علاقتنا مختلفه، علشان احنا اصلا نعرف بعض من قبل ما نتجوز. احنا اصحاب اساسا يعني من فتره طويله، واحنا اصحاب، عندنا اصدقاء بينا احنا اتنين كومن كتير جدا. فبرضو الحياه شويه عندنا مختلفه، ولكن اكيد برضو عندنا حاجه ممكن تنفع حد. نتمنى نتمنى يكون عندنا معلومه تنفع حد. بس عايز اطمن ان الصوت تمام والصوره تمام، في اي حاجه مش واضحه. اه ده حاجه مزعجه. ربنا يخليك. انا عارف هي مزعجه جدا. انا كمان باكد ان هي مزعجه. لا مش مزعجه خالص، بس ماشي. بس انا بس باكد ان اللينك التاني هو بس ما اشتغلش، فعشان كده احنا فتحنا على هذا اللينك. حقكم علينا. طيب احنا القصه كلها ان احنا الفتره الاخرانيه كده قبل الفالنتاين بشويه، جات لنا شويه يعني كونتكست من شويه قنوات واذاعه وصحافه وحاجات شبه كده، ان هم عايزين يعملوا معانا ريبورتاجات علشان بيتكلموا معانا عن الفالنتاين وعن تجربتنا. وزي ما مروة كانت بتقول كده، احنا مش حاسين ان في حاجه مختلفه، يعني احنا حاسين ان عادي، احنا ناس يعني حياتنا عاديه والحمد لله يا رب بنحب بعض. بس احنا شايفين ان ده الامر الطبيعي، يعني دي مش حاجه غريبه، هو الطبيعي ان الناس بترتبط وبتتجوز عشان بتحب بعض. فمش غريب ان في اتنين مع بعضهم مكملين عشان مختارين يكملوا سوا، مش مضطرين يكملوا. او بالصوره النيجاتيف اللي طول الوقت بتتصدر لنا ان الجواز ده حاجه وحشه والجواز ده حاجه بشعه، وان المتجوزين كلهم طفشانين وكارهين الحياه، ومفيش راجل بيحب مراته، وكل الرجاله خاينين، وكل الستات نكديين، والصوره النمطيه مش حقيقيه خالص. هو حقيقي ان في ناس يعني على مر العصور، يعني انا بيوتنا، يعني انا افتكر مثلا بابا الله يرحمه وامي، انا ما شفتش منهم اي حاجه وحشه طول عمري. كنت افتكر يصحوا الساعه 6 الصبح يقعدوا يفطروا مع بعض، يشربوا الشاي وكلنا نايمين، تلاقيهم هما الاثنين كده ايرلي بيرز مع بعض وعاملين دوشه كده. صباح الخير يا مصر. بالظبط كده برده. صباح الخير يا مصر. بالظبط دوشه كده الصبح معينه ليهم، يعني طقوس صباحيه. ايوه ايوه. كان يعني كان واحد بيحب العلاقه ما بينهم، وهم ما كانوش يعني قبل ما يتجوزوا قصه حب عنيفه، يعني كانوا اثنين اختاروا بعض، بس الدنيا بينهم كانت حلوه جدا، وعمري ما شفت بينهم حاجه مسيئه ولا فيها اساءات. هو يعني بدا يزقزق عشان كان بيسال عليه، بدا يزقزق عشان لو سمعت صوته ولا حاجه، فهو الراجل بس معانا بيشاركنا الحدث. علوشي. هو فعلا يعني انا هكمل على كلام مصطفى. زي ما بنحكي كده مثلا على الريتشوالز، او ان هم بيعملوا لبعضهم طقوس، حاجات مشتركه دايما، انا بحس ان هي دي اكتر حاجه بتبسطنا، ان احنا بنعمل حاجات مع بعض.
في ناس بتبص الله دول بيساندوا بعض، وموضوع مش مسانده، وموضوع مشاركه. يعني زي ما الواحد بيبقى عنده صاحبه بيحب قوي يعمل معاها حاجه، بننزل نعمل شوبينج مثلا مع بعض، بنخرج مع بعض، نفسح مع بعض، الكلام ده لو مصطفى يعني بنعمله مع بعض. يعني لما بنيجي مثلا نعمل حاجه زي الفيديوز اللي عملناها في رمضان اللي فات او الفيديوز اللي قبلها، يعني الفيديوز اللي قبلها كنت بساعده دايما من وراء الكواليس. الفيديو اللي فات يمكن اول مره اطلع بصوتي طبعا، مش بشكلي. والفيديو اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله يعني اتمنى رمضان الجاي. انتوا برضو ادونا افكار رمضان الجاي كده نعمل ايه. السنه اللي فاتت عملنا في العياده النفسيه، كانت مروه بتحكي المشاكل وبعدين احنا كنا بنعقب عليها. فلو عندكم بقى انتوا افكار لرمضان الجاي، خليها مثلا عن البيوت، نخليها عن مفاهيم، نخليها عن ايه. يعني لو حد عنده افكار كده لرمضان القادم قولوا لنا عليها. محتاجين تسمعوا ايه عشان انا عايزه اشارك، عايز اطلع كل موهبتي ليه مش موجوده بس هطلعها. مره ان شاء الله نمثل بقى، نكمل مشهد كامل في التمثيل باذن الله. لا مش درجاتي يا مصطفى كده عبوري. طب احنا كنا عايزين نحكي لهم بقى اصلا على البدايه. على البدايه من الفضايح دي. طيب احكي لهم يعني احكي لهم على انا بس قلت اشوف لو حد بيسال في حاجه نبقى متابع الاسئله. اوكي طب ناخد سؤال بعدين. طب قولي. طيب انا بس عايزه اقول لكم يا جماعه ان يمكن موضوع ارتباطنا انا ومصطفى، احنا بقينا صحاب اصلا من سنين وما كناش اصلا في اي علاقه عاطفيه ما بيننا، بالعكس كان كل واحد عنده حياه مستقله عاطفيه. وبعدين في لحظه غامضه كده في يوم من ذات الايام احنا نازلين، قال لي تعالي ننزل نتعشى. كنت انا يوميها هو كان عنده اجازه وانا عندي اجازه، وكانش حد من صحابنا تاني عنده اجازه، واحنا كنا بننزل في جروب يعني صحاب. فقال لي تعالي احنا ننزل بسرعه نتعشى كده. قلت له تمام. فنزلنا واحنا قاعدين كده. لا 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 هقول له السكه بقى. واحنا رايحين كده، احنا اصلا قبل ما نرتبط كل واحد فينا كان، يعني انا كنت خاطب وهي كانت مخطوبه على فترات يعني، وتمام كل واحد في سكته. فاوريدي احنا مواضيع الجواز دي مطروحه ما بيننا بنتكلم فيها، بس عمرنا ما اتكلمنا ان احنا الاثنين يعني بنتكلم في قصصنا وحواديتنا وكده. فبكلمها بقول لها بسالها طب ايه الاخبار، طب ما فيش حاجه، طب ما فيش حاجه عن الجواز بس بقى. وسمعت ما احب. انا كنت اقول رايي بطلاقة. اولا كنت ساعتها بشتغل على ورق هجره، كنت مهاجره بره مصر، وكنت شايفه ان انا محتاجه يعني ايه انفايرمنت تاني، يعني محتاجه بدايه جديده، شغل جديد، تعرف على ناس جديده. مش احباط، ولكن كنت حاسه ان انا في مرحله من العمر وصلت لشغلي الحمد لله لاعلى حاجه ممكن اوصل لها، ومحتاجه يعني زي يقولوا نيو تشالنج، ومحتاجه ابتدي بشكل جديد. فبس فكنت متحمسه جدا، واحد اسباب التحمس بقول له انا عايزه مجتمع جديد واشوف ناس جديده، ويمكن تكون تكوين اسره هيكون اظرف في حته ثانيه بره مصر. كانت ساعتها بقى كل واحد بيدور على الحته البوزيتيف اللي تنور الموضوع. فانا بقى اقول له لا خلاص، هنا موضوع الجواز هنا بقى صعب، والناس كلها بتشتكي، والتعامل في علاقه فيها اتنين بارتنر صعبه جدا، وانا مش هقدر على كده. وبعدين الرجاله بقوا كتير قوي ما عندهمش تحمل مسؤوليه، وما عنديش يعني استعداد اتحمس قوي مكان راجل. لا واللي عايز حاجه اصلا بيقولها يعني السكه بقى على كده، اللي عايز حاجه بيقولها، اللي عايز حاجه بيقولها، عايز حاجه بيقولها. طب اعمل ايه؟ يقول لي يعني ممكن يكون في حد مثلا، يعني ايه حد عايز يرتبط بيه ما يقولش ليه مثلاً. اللي عايز حاجه بيقولها مثلاً. لا 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 لو حد كده مش جدي اصلا. ويعني مصطفى عمال بيعرق وانا مش فاهم بيعرق ليه، يعني ايه اللي مخليه لغايه لما وصلنا المكان وقاعدين. وبعدين بيقول لي انا كنت عايزه اقول لك على حاجه يعني. فبقول له ايه؟ اصل في عريس متقدم لك. انا بقى كريزي الضحك. كان قلت لها نكته مثلا، كان قلت لها حاجه مثلا ايه تضحك جدا. بس ف يعني كانت صدمه بصراحه، والحمد لله يعني انا بشكر ربنا على الفكره اللي جات له. الحمد لله رب. الحمد لانها كانت فكره ممتازه، ده كان قرار حكيم جدا الحمد لله. يعني ما اعرفش ازاي عمل كده، بس الحمد لله يعني كان من احلى القرارات اللي مصطفى عملها لينا احنا الاثنين، مش له لوحده يعني. الحمد لله والله. الحمد لله. انا شايف اللينك الثاني اكمل، انا بكمل بس بحاجه تقنيه، بحاول اشوف اللينك القديم اللي الناس كلها قاعده عليه توصل ازاي لهنا. طب احنا عندنا بقى اسئله. في عندنا داليا. أوكي. من النرويج. أوكي. داليا اصلا انا عارفها شخصيا، صديقه. بعتلي بتقول محتاجين نصيحه لكل اتنين متزوجين او مقبلين على الزواج مسافرين دوله اجنبيه للهجره، بيحضر مشاكل كتير. انا شفت الناس دي، ده في ناس قالوا هنا اوكي اول ما يهاجروا بيتطلقوا. طب يا دكتور ايه رايك؟ رايي انا كان نفسي بس اجيب الناس من هناك بس ما عرفتش، انا فشلت، حقكم عليا. يعني عامه لو اي حد على اللايف التاني القديم يحاول يجيبه لنا هنا، عشان انا مش عارف اجيب الناس من هناك. فخلينا مع التساؤلات وخلاص.
ازاي حاولت الصداقة الحب خاصة؟ لا احنا خلينا بقى في اول سؤال على اللي طول كنت بتقولي على اللي الناس اللي بتهاجر. بيهاجروا. اوكي ماشي. انا والله الناس اللي بتهاجر هو عموما في تحديات في كل حتة. يعني الناس في كده معتقد عند الناس ان احنا لما نسيب بلد ونروح لبلد تانية فاحنا حلينا كل مشاكلنا، فاحنا كده هربنا من كل الحاجات. وهو الحقيقة ان هو شكل من اشكال الهروب، هو مش حل للمشاكل. انما لما بنروح بلد تانية بنلاقي تحديات جديدة ومشاكل جديدة بس من نوع مختلف، من نوع غير اللي كنا عايشين فيه. فالمقبلين على جواز محتاجين لحاجتين الحقيقة، محتاجين لوقت ومحتاجين لتوقعات منطقية، مش عايزين متوقعات تبقى أكبر من الـ من الـ من الحقيقي. وبعدين محتاجين نسأل أهل الخبرة، الناس اللي جربت قبل كده، عاشت التجربة دي إزاي، عملوا إيه، حصل لهم إيه، علشان منهم نقدر نتعلم. ما نتخيلش إحنا حاجة سيناريو وهم يعني بنعيش فيه. بس مذيعة جامدة جدا جدا الحقيقة، انا استعين بيها استعين بيها على طول انا بعد هقول كده. الاسئله وانت اجابات طالما انها نفسيه، لما يجي اسئله عن السفر انت تقرا. طيب في حد تاني سألنا ازاي هنا بصي أسئلة أوضح وحلوة إزاي؟ في هنا هنا أسئلة ماشي كلير وواضحة ونبقى رافعين وشايفين كل حاجة. ممكن ماشي نقفل ده خالص. اوكي. العلاقة خليها من عن العلاقة برضو، ازاي نخلي العلاقة حلوة وبسيطة ونقلل الصدمات ونقلل الصدمات. أوكي. التصادمات. التصادمات والله هو الموضوع محتاج مرونة. يعني محتاج مرونة من الطرفين، إن الاتنين يكون عندهم حالة كده من التقبل، والاتنين يكونوا مستعدين إن هم يكملوا مع بعض من غير ما يضغطوا على بعض. هو كده ولا كده، لازم الواحد بيجي عليه وقت يكمبرومايز، يعني ينزل شويه بسقف طموحاته، يقرب شويه المسافه، يعني في الاخر يعني انا بعتبر الجواز زي الشركه، ده زي حقيقي. بالظبط الجوب، يعني الشغل اللي بشتغله، الشغل انت بتضطر تبذل مجهود طول الوقت، يعني ما ينفعش ان انت تريح تشتغل شويه فتبقى مثلا موظف شاطر فتريح، ده لا. حقيقي. فهو الجواز كده، انت محتاج طول الوقت تدي تعمل مجهود، وفي نفس الوقت ان انت في شويه حاجات اكيد مش هتبقى على هواك 100%. ايوه، هي في ناس بتعتقد عموما في الحياه ان الدنيا بتمشي زي رصيد البنك، ان احنا بنحوش رصيد في البنك فبنعيش على اساسه. هي الحياه مش كده، مش كده خالص. هي عموما بتمشي ان بنبذل مجهود كل يوم، يعني طول الوقت احنا بنبذل مجهود، ايوه ده مفيش حقيقي، وقت هنبطل فيه نبذل مجهود، او في وقت من الاوقات هنبقى فيه قاعدين مرتاحين فمش بنعمل حاجه. بالذات ان كلنا بنتغير، يعني الواحد بيتغير كل يوم، احنا شخصيا انا نفسي بتغير، يعني كنت بحب زمان الكوسه ما بقتش احبها دلوقتي، فانت محتاج ان انت تفضل تشتغل على ان انت تفضل انت وشريكك على نفس الايه الموجه، فده مش حاجه هتتعمل مره، مش وان تايم افورت، يعني طول الوقت واحنا بنتغير محتاجين نأكوميديت، يعني نفهم بعض اكتر. ده حقيقي. مشيت الاسئله انا ليه؟ سامعك، كان سامعك، بس انا بجيب الاسئله من حته تانية عشان تبقى اوضح. بس زي ما انت عشان تفضل لايف ستريمنج. كملي كملي بتقولي، انا سامعك جدا طيب تمام. اهو. طب نجيب سؤال تاني، حسبنا عايزين حضرتك نشوف علي. والله هو علي لسه نايم دلوقتي حالا، واحنا اصلا ما صدقنا قلنا عشان عامل ايه لنا نعرف تمرين نكلم. مغناطيسي عشان نعرف نتكلم معاكم من نام غير يا ما علي، يلعلع نام معايا. يا علي. حصل بينا سوء تفاهم على الفيسبوك وحضرتك زعلت مني. انا الحقيقه مش عارف، بس يعني يعني اكيد حصل خير. يعني اكيد ايا كان اللي حصل حقيقة مش عارف، وحصل خير اكيد ومفيش اي مشكله خالص ان شاء الله. ازاي حولت الصداقة لحب خاصة من ناحية مروة؟ بصي بقى يا ستي، ورقه وقلم مجتمع. تجيبي لبن بودرة. لا بصي الحقيقة، يعني أنا أول حد سألني السؤال ده بنت أخويا الصغننة، هي أصلا عايشة بره مصر، هي عندها 7 سنين وعايشة في السويد، فجت قالت لي يا مروة هاو كام هاو كام يو وير بيست فريندز، ازاي يبقى بعد كده يور هازبند. والبنت بقى حصل لها كونفيوجن اصلا، لانها حاسه ان يعني هي كمان عايشه في اوروبا، ففاهمه ان في حاجه اسمها صداقه، في حاجه اسمها ارتباط، فحسيت ان انا يا حبايبي عملت لهم تربنه. انا بشوف الموضوع ازاي، معرفش طبعا ده حقيقي ولا لا، احنا دلوقتي بنشرح فاكتس، يعني بنشرح حاجه حصلت، فاحنا ده تاويلنا للي حصلت، صحيح. يمكن ما يكونش تمام 100%، بس انا شايفه الموضوع ازاي. اول حاجه انا شايفه ان انا ومصطفى طول عمرنا عندنا معزه كبيره جدا 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 عند بعض الله يكرمك، الله قبل يكرمك ما والله. نبقى مرتبطين، شكرا شكرا شكرا. وفي نفس الوقت يعني كل واحد فينا عنده حياه عاطفيه تمام وبيرتبط وكذا، وحاطط التاني في مربع الصداقه تمام. المعزه دي كل اللي حصل انها خدت تايتل تاني، يعني لان الحب في الاخر بيتبنى لايرز، يعني حاجات فوق بعض، فاحنا كان عندنا رصيد كبير جدا من حاجات كتيره، يعني احنا مش صحاب اللي هو بنخرج مع بعض ولا كده، لا، يعني انا عيله مصطفى كلها عارفاها، هو عيلتي عارفاها، يعني بابايا بيحبه زيي، فين مصطفى ما بيجيش لي، وده مع كل صحابي على فكره مش مصطفى بس، يعني هم اي حد من صحابي بالذات يعني راجل يعني او من جنس تاني بيبقى جزء او فرد من العيله، بيبقى عارف كل الموضوع، الموضوع مش بتبقى وان تو وان، اكتر بيبقى اختي واخويا وبابايا، بيبقى كلنا
مش في اطار يعني المسموح يعني ان هو نازلين مثلا كلنا نتغدى. طب ماشي اهلي بيجوا معانا, اهله ممكن يجوا معانا علشان احنا قريبين. فكل اللي حصل ان المعزه دي شكلها اتغير, واعتقد دي حاجه من عند ربنا. يعني انت يعني ربنا برضو مقلب القلوب, يعني انت بتبقى في حال وبتقوم تلاقي نفسك في حال تاني. فالشفت حصل من غير ما نحس بيه, ولما حصل كان منطقي جدا. يعني محدش افتعل الحب, لا احنا كنا فعلا عندنا من الرصيد ومن ان احنا قادرين نخش بتايتل تاني. فدي كانت يعني نصيب, طبعا اسمه النصيب. ودايما بقول يعني الحمد لله الحمد لله ان مصطفى ربنا ألهمه انه يعمل كده, لان ده طب والله في جمال كده يعني في كلام حلو كده والله حاجه عظمه يعني كده منطق يعني. شكرا شكرا. انا مش ممكن كنت افكر على فكره ان انا يعني اتجوز مصطفى ابدا. يعني خلاص هو عزيز قوي عليا في مكان معين, ومش ممكن حتى افكر في تغيير شكل العلاقه لاخسره. يعني هو ده الموضوع. فهو كنت هو خد المخاطره. انا كل يوم بقوم اشوف الراجل ده, والله مش سهل بيخاطر بيموت اصلا احنا اول ما يعني قبل ما نرتبط او وقت ما جينا نرتبط, كل الناس اللي نعرفهم بما فيهم ابن واحده صاحبتنا 11 سنه مثلا, كان 11 سنه وقتها. كل الناس بلا استثناء قالوا هو كان باين جدا ان انتوا بتحبوا بعض. يعني باين جدا, واحنا اصلا ولا عمرنا خدنا بالنا, يعني ولا هي عمرنا ما خدنا بالنا ان في حاجه. فلما حصل يعني كده اكتشفنا ان في حاجات فعلا الواحد بيمر بيها مش واخد باله منها. هو قد يكون في شراره فعلا كانت موجوده, كان في حاجه جوانا, بس احنا عشان عايزين نفضل محافظين على عمق الصداقه اللي ما بيننا والعلاقه اللي ما نخسرهاش. طبعا ده كان بالنسبه لي من المخاوف, انا هروح اكلمها فلو رفضت فالموضوع خلص كده خلص. يعني مش هينفع نرجع تاني نفس الحته اللي احنا واقفين عندها. فيعني الحمد لله ان الواحد خد هذه الخطوه. الف حمد. يعني عايزين نشوف بقى الاسئله الثانيه. خطيب على طول مشغول. اوكي بحبوك قوي. احنا كمان والله بنحبوك, ربنا يخليك. هي مش دكتور على فكره, هي مهندسه. انا عامله نفس الدكتور. بص يعني مثلا بتاع الجراش اللي هو اصلا بتاع مصطفى, والراجل اللي يعرف مصطفى, كل الناس اللي ناحيه مصطفى شايفين ان انا الدكتوره مروه طول الوقت. مصطفى بقى ما بيجي ناحيتنا بقى عند بيت بابا والجراش بتاعي وكل حاجه دي بيقولوا له يا باشمهندس. ناخد القاب يعني, كل واحد بياخد لقب التاني على طول. ده النظام يعني, بس الحمد لله كلها القاب لطيفه. اكتر من 10 مرات فكتير موضوع قناه التواصل. ده بيقول لي مش فاضي. جميل جدا. عايزه حاجه من دول. سؤال موجه ليك اهو. عاوز اسالك شخصيا, انت ما بتغيريش من اصاله لما دكتور مصطفى بيكون مقرب منها؟ لا خالص بصراحه ما بغيرش من اصاله. اولا يعني انا عندي كذا حاجه يمكن الناس تشوفها مختلفه, بس انا بشوف ان انت مختار ان انت تكون معايا, فده مش هيخليني ابدا اقلق من اي حاجه. هو مختار يكون معايا, ويا رب يا رب ما تجيش اللحظه دي يعني. بس لو في يوم مصطفى قرر ان هو مش اسعد مكان له معايا, انا مش محتاجه ابذل اي مجهود علشان اجيبه تاني يعني. لا عظمة. حاجه كده ايه عظمه. ده ما يمنعش ان انا بغير نورمالي, بس انا دايما اقول لمصطفى, لان كل طبعا العيانين عنده ستات اصلا اغلبهم لايك 95% او 98% يعني حاجه كده. وبعدين طبعا يعني في ناس طبعا مشاكلهم بسيطة, بس في ناس مشاكلهم كبيرة, فممكن يطلع منهم تصرفات كتير يعني ما تكونش بالنسبة لي أكثر حاجة مقبولة. ولكن أنا دايما بقول لمصطفى أنا مش هعاتب أي حد على أي تصرف, أنا هعاتب رد فعل منك. بس فاحنا الرول ده محطوط من زمان, إن رد الفعل هو اللي بنتكلم فيه, مش أبدا تصرفات الناس. وأصلا بالنسبة لي يعني هي حد ايكونيك, يعني هي مش ست, هي اكتر يعني روح جميله وصوت جميل, ويعني مش بتعامل معها لانها دره يعني, ما فيش الكلام ده بصراحه. واقدر اقول عن ثقه في مصطفى. شكرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس يعني عموما زي ما اصابت زي ما مره بتقول كده, اصابت بالنسبه لنا مش يعني مش بنتعامل معاها او حتى نظرتنا ليها مختلفه شويه. هي حد من العيله يعني, شخص مهم من العيله وشخص احنا بنحبه جدا, وهي بني ادمه يعني سوبر يعني. طيب هو ربنا يخليك والله, ربنا يكرمك يا فندم. دكتور مصطفى راجل محترم جدا وكلها صح. ربنا يعني ارائي مش كلها صح, انا بحاول تبقى صح بس او يعني بس انها تبقى افضل, بس هي مش كلها صح اكيد.
طيب بالنسبه لخطيبي المشغول، هو عموما التواصل فيه مشكله صغيره في التوقعات، ان احنا كل واحد فينا بيبقى عنده توقع من الطرف الاخر مش حقيقي، وعندنا مشكله في اللغات المشتركه في التواصل. يعني مثلا انا قبل ما ارتبط، بما ان احنا قاعدين مع بعض دي فرصه حلوه بصراحه، قبل ما ارتبط انا عندي مشكله عموما في التواصل بالتليفون، انا ما بردش على التليفونات خالص طول عمري، حتى قبل ما باي حاجه طول عمري ما بحبش التليفون، وما زلت مش بحب اتكلم في التليفون، ممكن التكست بعض الاوقات بس غالبا برضو ما بحبش يعني التواصل المباشر بالناس اهم بالنسبه لي كتير. عندي مشكله مع التواصل، وعندي مشكله صغيره ان كنت في يوم من الايام كنت كتوم شويه صغيرين كنت، والحمد لله خفيت وبقيت تمام. مش عنده مساحه انه يتكتم، ما بقتش كتوم خالص خالص. المهم قبل ما ارتبط كان عندي مشكله في الكتمان ده، وان قعدنا سنين طويله لوحده، كل واحد لوحده، فمش متعود ان انا اشارك مشاكلي مع حد. فاول ما ارتبطت كانت دي احد مشاكلنا، ان انا مش بقول كل حاجه جوه، ان انا لو عندي مشكله بحب اقفل عليها وافضل كاتم لحد ما احلها وبعدين ارجع اتكلم فيها. فيعني حقيقه مروه ساعدتني كتير في ده، بتهيألي ان انا احسن شويه. لا لا احسن كتير الحمد لله رب. احنا كنا الحمد لله. على فكره ما بتكست بيرد عليا. لا انا قصدي ان انا اتكلم، انا قصدي التواصل. دي كانت حاجه من العلامات يا جماعه ان احنا ينفع نتجوز، ان انا لما زمان كنا اصحاب بس كان كل الناس ما بتعرفش توصل مصطفى، ما بيتصلوا بيه ما بيردش، بيبعتوا له تكست ما بيردش. انا ما كنتش بكسف نفسي بتصل بيه عمري، يعني هو حبيبي وصاحبي وكله بس ما اتصلش بيه عشان مش هيرد. كنت ايه يعني في اضيق الحدود ابعت له تكست مثلا اقول له على حاجه كان بيرد عليا، فدي كانت بالنسبه لي علامه ان ينفع اتجوزه، ان انا ليا مكانه عنده. يرد عليا في التليفون يا جماعه يبقى اكيد ينفع نتجوز. يا رب يحمينا جميعا من كل شر ان شاء الله مصدر الاتفاق. والله بصوا احنا ده بالنسبه لنا برضو حاجه من الحاجات من الكومنتات اللي فيها يعني ايه يعني نورت معانا معلومات، فكره ان احنا مصدر للتفاؤل للناس. واحنا طبعا طول الوقت بنحاول بنسعى ان احنا نكون كويسين لنفسنا رقم واحد، وان احنا نساعد الناس انها تكون احسن. وطبعا بحكم شغلانتي ان احنا بنسعى لده، ومروه يعني شاركتي في الشغلانه خلاص اول ما دخلت معايا العلاقه بقت شاركتي في الشغل طول الوقت، فاحنا بنسعى لده بنحاول في ده. بس احنا ما تخيلناش في وقت من الاوقات ان احنا نكون ايكون، او ان احنا نكون رمز للناس، او ان احنا نكون نوصل مسج للناس. والموضوع كله بدا ان انا راجل اوفر شويه، انا راجل اكسبريسيف شويه، انا بحب اعبر عن مشاعري الناس اللي بحبهم، وانا بحب مروه جدا وبحب اعبر عن ده، وبحبها مش قصدي بس بحبها على مستوى اللي هو العشق والوله وكده، بحبها على ليفل، بحبها على مستوى عقلها جدا، بحبها عليها جدا جدا، بحب اتكلم معاها، بحبها كبني ادمه، فبحب اعبر عن ده، وبحس ان هو مش عيب ان الواحد يعبر عن حاجه جواه. فبعبر وبعبر ساعات زياده شويه وكتير شويه وطول الوقت، وبعبر والله لاغلب الناس اللي بحبهم يعني. جوزي اوفر، انا اوفر فعلا. انا اوفر فعلا شويه. فالقصه باديه من هنا، فالناس بدات تشوف ده، يمكن بداوا يشوفوا بقى ان احنا شبه بعض. الكومنت اللي بنسمعه في كل لحظه اللي هو ما اعرفش جاي منين بس بنسمعه كتير جدا، انتوا شبه بعض والله. احنا يعني حتى بنقعد نبص في المرايه ما بحسش، يمكن الحاجه الوحيده اللي خلتنا شبه بعض علي دلوقتي هو المشترك، هو القاسم المشترك اللي في النص بين. لكن ما بحسش بصراحه ان احنا شبه بعض. يمكن اي اتنين بيبقوا قاعدين مع بعض مده بيبتدوا يقربوا من بعض في التصرفات، في البادي لانجوج، حركات، طريقه الضحك، حتى طريقه الهزار، هو ده يمكن اللي مخلي الناس تحس. ايوه لما حد من صحابها يعني حد من صحابها انا مش عارفهم كويس نقعد مع بعض يرجع يقول لا ايه ده بيتكلم زيك بالظبط، ده بيهزر زيك بالظبط. والعكس بقى، العكس لو عندنا فعلا حاجات مشتركه في القصه دي. لو صحابه، لما حد بقى من صحابه كده يقول لك انا قاعد قدام مصطفى لما بتكلم مع مروه انت لقطتي منه جدا، يعني احنا الاثنين تقريبا نضحنا على المرات. ازاي ما بقتش فارقه معاه وجودي زي ما انا هاممني؟ حلو جدا. هو الفكره ان احنا مش عايزين نكون زي حد. انت تقولي نفسي اكون زيكم، ربنا يا رب يسعدك ويكتب لك الخير، بس هو ما ينفعش يكون حد شبه حد او حد زي حد. هو ينفع تكونوا انتوا مرتاحين ومبسوطين بالشكل المناسب ليكم. يعني طبيعه الاشخاص مختلفه وطبيعه العلاقه مختلفه، بس عشان التواصل يكون احسن محتاجين زي ما اقول لك مساحات. يعني اولا ما يكونش عندنا توقعات عاليه من بعض، ما يكونش عندنا ضغط على بعض، يكون عندنا مرونه. يعني كل واحد فينا عارف يقبل هفوات التاني ونواقص التاني. ما ينفعش قصدي نبقى احنا حاطين فرد كده ولازم الكل يمشي عليه. وطبعا ما فيش وان سايز فيتس اول، ما فيش حاجه تصلح للجميع. تمام. طبعا وارجع واقول برضو اهم حاجه ان الناس تبقى عندها حاجه كومن، يعني حاجه مشتركه بنبسطوا فيها مع بعض. يعني الحمد لله مثلا حاجه اللي بيني انا ومصطفى اكتر حاجه
قربتنا من بعض مثلا السفر، احنا الاثنين بنحب نسافر من قبل حتى ما نتجوز، كانوا صحابنا اللي في النص الكومن يعني كل المشترك ما بيننا ناس برضو بتحب السفر. فهو ده الحاجه اللي الاول خلتنا نعرف بعض بشكل عميق، لان انت طبعا بتشوف حد مسافر بتعرفه بشكل تاني خالص، هو صاحي من نومه ومنكوش وممرمط وفي الشمس وكل الحاجات. فدي حاجه. تاني حاجه ان بعد ما اتجوزنا بقى الموضوع اسهل، لان الاول كنت بتجمع ناس عشان نسافر يعني بنبقى 4 5 فقبل ما نتفق ومين يقع ومين يفضل وكده. دلوقتي بقت سهله قوي، احنا 2 ساكنين في نفس الاوضه فبنتفق بسهوله. ده غير طبعا اللي بيفاجئ التاني يقول انا حجزت، ده بتحصل برضو. بتحصل فعلا كتير. طب شفتينا مع بعض اكتر من مره، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ يعني ده كان كويس، ده كان شيء كويس ولا مش كويس؟ فين حد شافنا؟ بتقول ربنا يبارك لكم في حياتكم ويحميكم ويخليكم لبعض، انا شفتكم مع بعض اكتر مره. طب دي كانت حاجه يعني طمنيني، ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ طبعا طبعا ده عمليه جدا، الحمد لله الحمد لله رب، هو مصدر قوه طبعا اكيد. حاجه حصلت لي من زمان بقى لها سنين. طب خلي ده في وقت ان يعني نجاوب فيه واحنا بنتكلم في موضوع اخر. بس يعني مبدئيا طبعا عشان يعني ان احنا ازاي نتعامل مع حاجه مش قادر انساها مأثره فيا، يعني هي الاثنين. حاجه حصلت بقى لها سنين على السوشيال ميديا، بقيت الحلقات الجايه تكون عن التربيه للطفل، مش هرتبط غير لما لا حاجة ممكن ترتبطي، يعني ممكن تبدأي الارتباط واحنا ان شاء الله هنخلصك على نجيب البيبيهات اللي تربيها، نكون احنا عرفنا هنعمل في الودة، نكون عرفنا التربية الحقيقية حصل فيها ايه. طيب لو عندي مشكلة حصلت لي من زمان، انا عشان اقدر اقلب الصفحة في اي حاجة حصلت، اولا محتاج ان انا اكون مرن طبعا، محتاج ان انا اقبل النواقص. الدنيا مش ابيض واسود، الدنيا فيها كل درجات الالوان. فانا علشان اعرف اقبل النواقص محتاجه اقبل من نفسي ان انا بني ادم بغلط، الدنيا فيها عيوب، الاشخاص مش كاملين، مفيش حاجه كامله في الحياه. فالمواقف الصعبه بتعدي لما بشوف الجزء الايجابي اللي فيها وهي فادتني ولا لا. وكل حاجه مفيش حاجه كلها وحشه، مفيش حاجه كلها صعبه، يعني كل حاجه ينفع نطلع منها بدرس. وهقدر بقى اتغافل او اطنش لما اتعلم ازاي اسامح، اسامح نفسي واسامح اللي قدامي. ده يعني كده كبسوله صغيره لحد ما ان شاء الله نبقى نتكلم في الموضوع ده بتوسع. اللهم امين يا رب. دي حاجة حلوة جدا طبعا، ربنا يخليكي. شكرا شكرا. انا مرتبطة بشخص من 7 سنين، حب وهو اتجوز وسابني. اوكي هنرجع لسعادتك حالا حالا. ماشي. كنت بتقولي حاجة دلوقتي وانا قطعتك واحنا بنتكلم، بتقولي على كل حاجة حالا وانا جاوبت على السؤال ده قطعتك صح؟ لا خلاص بقى، اللي راح راح اللي راح راح. طيب رجوعا بقى للكومنتات اللي بنسمعها كتير جدا، الكومنتات بتاعة ان انتوا شبه بعض. من الحاجات بقى اللطيفه جدا هي الكومنتات النيجاتيفه. الكومنتات السلبيه. انا اول حاجه عايزه اقولها، يعني في ناس اونلاين بتقعد تعلق ازاي واحد ابيض يتجوز واحده سمراء وانت واحلى حاجه الجمال الداخلي اللي هو نظام بما انك شمبانزي مش مشكله. احلى حاجه الجمال مين دول؟ وازاي دكتور يتجوز واحده كده من عامه الشعب؟ اوكي انا طبعا يعني انا عندي كذا تعليق على القصه. اول حاجه هو الحاجات دي مش بنشوفها غير اونلاين، فهل الناس اللي جوه الانترنت مختلفين عن الناس اللي بنقابلهم؟ ده موضوع غريب جدا يعني. ما سمعتش الكلام ده في الحياه خالص، او يعني حتى لو حد يعني عايز يقول كلام كده ما حدش بيجي يقول لنا الكلام ده خالص خالص يعني. والله مصطفى ما هيبان اصل لو حد حتى في نفسيته مثلا حاجه استهجان من علاقه او استغراب او كده هيبان في طريقه كلامه، يبان في بصيته، يبان هو بيسلم علينا. لكن بما اننا يعني انا بدعي ان انا شخص اجتماعي، بدعي كده، ففي مجتمعي ناس كتير وحواليا يعني لا اهلي ولا اهل مصطفى ولا اصحابي واصحاب مصطفى ولا معارفنا ولا جيراننا ولا زمايلنا في الشغل، اي حد ايفر علق على اي حاجه شبه كده، لانها اصلا ما فيش موضوع يعني ما فيش موضوع اصلا. فلما بلاقي بقى الكومنتس من كذا حد على الانترنت سواء بقى سوشيال ميديا يعني فيسبوك او انستغرام، بس هو مينلي على الفيسبوك يعني اكتر حاجه بنشوف فيها كومنتس دي هي الفيسبوك. موضوع غريب جدا، ظاهره غريبه جدا يعني جدا، بالذات ان الناس دي ما تعرفناش يعني ما تعرفش حاجه عنها. وبقى في الكومنتس المتميزه بتاعت ايه انت بتتاجر بمراتك عشان هي مش حلوه فالناس تقول عليك جامد. يعني انت يعني بقعد افكر هل الناس دي مثلا بتبقى داخله تنام على مخها تقول ياه ده في واحد اتجوز مخصوص عشان يكتب بوست. وبعدين متخيلين اللي هم اللي شايفينه هو اللي كل الناس شايفاه، الرول اللي هو حاطه ان الجمال مثلا بيساوي عينين خضراء مثلا، كل الناس شايفه ان الجمال بيساوي عينين خضراء، فاي حاجه غير كده فده يعني حد عمل حاجه غريبه.
بصراحة موضوع غريب جدا. في ناس بتبقى متخيلة انه بيضايقني، يعني ده الحاجة اللي بتضايقني فعلا، ان بحس ان مثلا صحابي لما يشوفوا حاجة زي دي او اهلي بيقولوا لي ما تتضايقيش يا جماعة، اصلا الموضوع ما بيساوي يعني ما بيعديش جنب عقلي حتى. بس المشكلة ان اللي حواليك اللي مهتمين بيك بيتضايقوا، مش انا اصلا ما يفرقش معايا الكلام ده. هو الموضوع احنا في العادي بنطنش، يعني في الاغلب بنطنش الكلام ده خالص، بس في حياة احيانا لما حد مثلا بيحاول يمبوز فكره، يعني حد عنده فكره ومصر هو يفرضها علينا، او هو اللي يقول لنا ان هو ده الصح، تمام؟ احيانا بنتضايق، واحيانا يعني ما افتكرش ان احنا ردنا كتير، صح؟ غالبا ما بنردش كتير على ايه الناس دي؟ على الكومنتس اللي هي لا لما النيجاتيف، يعني بتستفزني بقى هي بتكون يعني. حاجه فيها تعدي شويه. هو بس في مشكله، فكره ان احنا النهارده بنشير حاجه من حياتنا، هو احنا اكيد يا جماعه، يعني احنا اللايف ده عملناه مثلا بعد كتير قوي، فاحنا ما عندناش كل، يعني مش طول النهار عاملين مثلا رياليتي تي في وقاعدين طول النهار قدام الناس، او حياتنا كلها على العلن. احنا في جزء من حياتنا بنشاره مع الناس، علشان اوريدي في جزء كبير من حياتنا، يعني في جزء اوريدي من شغلنا ومن دنيتنا مع الناس، وهو العادي ان الناس تشير حاجاتها من حياتها الشخصيه، يعني كل الدنيا كل ايوه الدنيا. طبعا دي حاجه عاديه جدا، لان ده الجزء الهيومن، ده الجزء الانساني فينا. يعني اي لعيب تنس ولا باسكت ولا دكتور ولا سياسي بيبقى فيه جزء حتى على الانستجرام او الفيسبوك من حياته الشخصيه، لان هو ده حقيقته. هو مش بس دكتور وانا مش بس مهندسه، لا ده بقيه حياتنا. يعني انا حتى دايما انا مصطفى، هو انا لو كنت مثلا شعري اصفر وعيني خضر كان هيقولوا بيتنطط بيها، لو كنت مثلا تخينه كان هيقولوا بص متجوز واحده تخينه، كنت رفيعه زياده، كنت قصيره زياده، اي حاجه. يعني دايما اللي عايز يطلع في مشكله عشان يحس دايما ان هو في حته اعلى بينظر هيلاقي حاجه يقولها. ده حقيقي حقيقي بس بقى هي في، الحياه ماشيه كده، هو دي هي دي جزء من حياتنا، نخبيه ليه؟ احنا مش عاملين حاجه. ايوه. وبعدين تلاقي حد بقى واخد مثلا بوست عنده كاتب عليه هو كابشن كده من هذا القبيل، ان شوفوا الراجل اللي بيعمل مش عارف ايه، انا قلت لكم من زمان، واتكشف على حقيقة، مش عارف اتكشفت على حقيقة عملت ايه، بس اتكشفت على حقيقة، بقى مثلا خمس بوست ان انا بشوفه بيعمل ايه، ده عايز يعمل اي كلام، وتلاقي بقى كومنتات، ما انا قلت لكم انا قلبي مش مرتاح له من زمان، انا من زمان مش مرتاح. ايوه من ده كتير الحقيقه، بس يعني الاغلب هي الناس الكويسه الحقيقه، طبعا احنا ناس مش بتبطل كلام فعلا. لا في ست بتاعت الانستجرام اللي كانت بتقول لك، هي عامله لك صباح ايه، مش الفل يا مصريه، قلق. بتقول لك عامله لك سحر مغربي اكيد. ايوه. وفي بتاعت هي نوبيه من من ايه، من ناميبيا، لا مش من نوبيا، يا ريت، من نيبال. من نيبال. واحده بتقول دي مش مصريه، تقول لها دي نوبيه، تقول لها نوبيه يعني ايه، تقول لها يعني من نيبال. دي كانت جامده بالمناسبه يا جماعه، انا مضطر اصدم بعض الناس، مراتي مش نوبيه، انا اسف. هي مش هي الست النوبيه الجميله اللي دي تاني صدمه النهارده. اول حاجه ان احنا مش شبه بعض، تاني حاجه ان انا مش نوبيه. فناس كتير معتقده طول الوقت تقولي مراتك النوبيه الجميله، فيكتشف ان هي مش نوبيه ولا حاجه، كان من عينيا. علاقتكم جدا وبين شبه بعض جدا، ربنا يخليك بعض، ربنا يخليك يا رب. واحنا والله يعني بنحب الناس اللي حلوه، نفسنا نشوفكم والله، احنا كمان يعني احنا نفسنا نقابل الناس اللي بنحبهم، يعني نفسنا نقابلهم في سياق غير محاضره، وغير يعني غير ان احنا نبقى بنتكلم معلومات. جميله اصلا يا مروه، انا بحبك يا رب عليهم اصلا، يعني هي القصه قايمه بيهم اصلا، ولو هم برضه عندهم افكار. اتفضل يا مروه، يعني احنا الميكروفون معاكي. بنفكر يعني بقالنا فتره ان احنا نعمل زي ايفنت، ونبتدي يعني نتقابل مع الناس، نتكلم معاهم، مش بشكل بقى الدكتور والعيانين ولا هكلمكم عن السفر، لا الموضوع مش هيبقى كده. احنا بنحاول نلاقي شكل لطيف ان احنا يبقى عندنا زي مجتمع بنتقابل فيه فيس تو فيس بشكل دايم، ونتكلم ونشارك المشاكل ونشارك الحلول. يعني لسه شغالين على الفكرة انا ومصطفى، هو الحقيقة هو اللي شغال اكتر وانا بساعده، وعايزين يعني يبقى فيها تفاصيل حلوة كتير، يعني مش مجرد بس هتبقى مرة ولا ده ميتنج، حقيقي. لا هيبقى فيه حاجة قائمة، يعني زي كوميونيتي مجتمع بتاعنا، ونتقابل ايام مثلا جوه البلد، ممكن نسافر مع بعض، حاجات مختلفة كتير ممكن نعملها، في افكار كتيرة جدا لسه بنحاول نفاين تيون، يعني نلاقي لها شكل ونسق كده. وطبعا لو عندكم افكار احنا وي ار اوبن فور ايدياز، اي جدا حد. جدا. هو الفكره ان في ناس كتير مش مرضى، ما عندوش مرض، هو مش محتاج لعلاج لا دوائي ولا محتاج لعلاج يعني يمشي عليه، بس هو محتاج لمجتمع داعم، فاحنا ده اللي بنفكر فيه، يعني ازاي نعمل شكل كده داعم للناس اللي هي في النص، اللي هي ما بين شخص يعني بيفانكشن في حياته بيأدي في حياته تمام التمام، وشخص تاني عنده مشكله، ففي ناس في النص واقفه في النص كده محتاجه للدعم ده، فده اللي احنا بنحاول نفكر فيه ان شاء الله رب، يعني هنوصل له شكل قريبا كده، نعرف نكون بنتقابل بشكل
دائم. عايزين لايف كل جمعة، ربنا يخليك. والله لايف كل جمعة ده صعب قوي يا جماعة، في علي اصلا النهارده عملنا تشتيتة وثلاث اربع ناس اللي كده ما عرفوش يوصلوا لنا. وبعدين يعني كمان الجمعة انا مثلا بشتغل يوم الجمعة، يعني انا طبعا في اجازة دلوقتي عشان علي، بس الجمعة نورمالي بزنس داي عندي يوم الجمعة عند الاسكندرانية. لو طبعا اكيد في اسكندرانية كتير معانا، اهل اسكندرية عارفين الجمعة ده بتاع اكلة السمك. نجيب سمك نصلي الجمعة وناكل سمك على طول، سمك مشوي عند الراجل. طبعا بقى احنا عندنا جوالات وصولات ما بين القاهرة واسكندرية، ان احنا عندنا الاسكندرانيه اللي في القاهره والقاهره الاسكندريه واللغه المشتركه واللهجه المختلفه وتعليقات دول على دول وهكذا. يعني احنا نص شغلنا هنا ونص شغلنا هنا، فبيبقى في حركه دائوبه كل اسبوع. زي ما انت شفت كده علي قطع الافات الكيلومترات اول ما اتولد رايح جاي، حبيبي واخدينه معانا رايح جاي مرمطه. بس هو راجل محترم طول الفتره، هو نايم اهو قاعد كويس جدا. خلاص لايف وقت ما تكونوا فاضيين انتوا حاضر عينينا الاثنين. ممكن والله بصوا انا في قصه المسجز الخاصه دي، يعني الفيسبوك يعني في حد بيرد عليه باستمرار المسجز، بس انا للاسف يعني مش بلحق والله. يعني القصه ان انا مش بقدر ابص على كل المسجز ومش بلحق ارد عليها كلها، ففي ساعات بعرف ارد وفي اوقات الاغلب الحقيقه اني مش بلحق. فيعني عشان اعرف اكوب مع الحاجات الاخرى، الشغل وان انا بوست وان انا اتابع الحاجات اللي بتحصل. يعني هو مصطفى الحقيقه يعني عنده مشكله ان هو بيحب يراعي الناس بنفسه، يعني حتى على السوشيال ميديا في معظم الاحيان، بالرغم ان في عندنا فريق المفروض بيرد على كل حاجات السوشيال ميديا، لكن هو يحب يقرا كل مسج ويبص على كل حاجه ويبقى عارف الناس عايزه ايه. طبعا هو مش سهل انه يرد، يعني لان فعلا ما فيش وقت، يعني غير ان هو مش كيف، هو فعلا ما فيش وقت مع الشغل وكده، ما فيش وقت خالص. وطبعا الدكتور معروف ده، بتشوفه يا اما داخل البيت يا اما خارج البيت، شايل شنطته كده ليه شكل معين خش على الوجبات بس، يعني حاجات معينه كده. الحمد لله الحمد لله. عندك اي حاجه عايز تقوليها لنا؟ احنا تاخرنا على الناس في البدايات، ممكن ما نطولش. انا نفسي يكون لي علاقات بكابلز، ده حقيقي احنا يعني محتاجين فعلا. يعني عموما الاختلاط بناس ايجابيين، القعده مع ناس ناجحه او مع ناس ايجابيه معدي، فالمشاعر الايجابيه معديه والاشخاص الايجابيه معديه. الواحد لما بيقعد مع ناس عندهم روح حلوه، عندهم معلومه كويسه، عندهم قصه ملهمه، يعني بيساعد الواحد ان هو يبقى احسن، فده مفيد جدا جدا. واحنا فعلا بنفكر زي ما انت بتقولي، هي مها اللي اقترحت علينا ان احنا نعمل زي كلاب كده للكابلز. مها هي فكره يعني قريبه قوي من اللي احنا بنفكر فيه فعلا، يعني عايزين كده مساحه تبقى فيها شويه انبساط كده، يعني شويه طاقه ايجابيه تدينا كده نفس نكمل بيه. لان فعلا زي ما مصطفى بيقول، حتى انا مش دكتوره، بس هو فعلا الواحد في ناس لما بيقعد معاهم بيرجع يحس ان بقيت ايامه واسبوعه منورين كده، وفي ناس تقعد معاهم بينهوا معاك الايام تمام. فاحنا عايزين نعمل الدايره الحلوه دي اللي هي نطلع منها ناخد نفس ونكمل، ونكمل بقى كل بوستات السوشيال ميديا ما تتجوزيش الا لما يبص لك مش عارف يعمل ايه، يعني نكمل بعدها الحاجات دي ونقدر نعيش. انا يا جماعه بقول لكم، هو من واحد قعد سنوات طويله جدا كان عنده خوف من الارتباط وخوف من القصه كلها، وكان بيحط كل مبررات وفاكر ان هو تمام التمام، وبعدين خدت الخطوه بعد سنين طويله. فعايز اقول لكم ان الموضوع ما يخوفش. الموضوع زي شكل دبوس، الموضوع الحمد لله رب العالمين هو كويس جدا. تجربه الارتباط في اساسها تجربه حلوه جدا وممتعه جدا للي عايز حياته تبقى ممتعه. فاي شخص عايز يعيش مبسوط هيعرف يعيش مبسوط في الجواز، اي شخص عايز يخلف ويبقى سعيد هيبقى سعيد، اي شخص عايز يشتغل اي شغلانه، عايز يعمل حاجه في حياته يبقى مبسوط بيها، لو هو بيعرف يتبسط هيعرف يتبسط. فالقصه مفيش فرض على الجميع، وما تصدقوش الناس اللي بتسود الدنيا في عينيكوا وتقول لكم ان كل حاجه وحشه وكل حاجه سوداويه، ده مش حقيقي خالص. واللي يقول لك كده هو شخصيا بيتجوز بالمره والاثنين والثلاثه، طب بيعمل ده ليه؟ فاكيد في موتيف بيحركه، في حاجه بتحركه لده. الدنيا الكلاشيهات المعتاده اللي بنسمعها طول الوقت مش كلها حقيقيه ومش كلها صح. ايوه يعني هرجع واقول برضو نبص على اللي شايفينه بعينينا. ما هو يا جماعه في ناس عايشه، جدودنا عايشين، انت بتخش النادي تلاقي راجل عجوز ست عجوزه قاعدين بيشربوا القهوه مع بعض وبيضحكوا، موجودين حوالينا، موجودين في حياتنا. يعني الفكره ان السوشيال ميديا عملت زي ما يكون ايه غطا كده على الحقيقه وطلعنا الندب، لان هو ده اللي بيبسط الناس. والناس كمان بتندب حتى في حياتها العاديه، يعني احنا بنحب نشتكي، احنا بنحب الشكوى اللي هي من اجل الشكوى، فده جزء من طبيعتنا كبشر يعني. بس هي مش كل الشكوى اللي بتجيلنا حقيقيه، ومش كلها يعني، مش دي كل الحقيقه، مش دي كل الحقيقه طبعا طبعا، مش دي كل الحقيقه. جايب ايه المروه في الفالنتاين؟ برضه فكرتيني واحنا جاب لي هديه. برضه فكرتيني من ضمن الكلاشيات برضه، وانا بجيب لها الهديه، البنت اللي هي على اللي هي بتبيع يعني، بتقول لي بقولها بكامل مش عارف ايه، فبتخض من الفلوس بنهزر معاها، فبتقول لي معلش بقى مضطرين، ما هو لازم كده كل سنه.
فهو نفس الفكره بالظبط، كاننا بنعمل حاجه كانها فرض علينا عشان احنا نتضايق بيه. لا هو احنا بنهزر في ده، بس هو حقيقه الامر ان احنا بنعمل ده عشان مبسوطين بيه. يعني انا مبسوط وانا بجيب لها الهديه، اكسايتد نعرف طب هي فكرت جابت لي ايه، طب هي اهتمت انها تفكر ازاي في الهديه، انها تلف. يعني هو الموضوع مش هندفع قد ايه او مش هنعمل شكل يرضي الناس ازاي، هو الموضوع احنا مبسوطين ولا لا. فحقيقه الامر وصلب الموضوع هو القصه كلها، مش الاحداث اللي بره، يعني مش الغلاف الخارجي او الصوره اللي احنا متخيلينها او الكليشيه اللي احنا بنتكلم عليه. هذا هو. هل لديك اقوال اخرى؟ لا الحمد لله. كان بتلعبي دور المذيعه دايما؟ طبعا مراتي مذيعه اذاعيه عظيمه، يعني اللي مش عارف الترابل كودز مروا عندها يعني شانل على الساوند كلاود عظيمه جدا جدا، ده اعلان غير ممول. ما انت بتطلع فيه عشان انا كمان طبعا، وعلشان نسافر كلنا. فهي مروا بتسافر وبتعمل برنامج هايل جدا جدا، كلام مروه مريحه جدا. لا كده شكلها بدا. لا 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 سمحت، انا مش جايبه معايا عشان تقطع عليا، انا جايبه معايا عشان تساعدني. اسمع البودكاست، اسمع البودكاست، في حاجات عشان تاخد مني الزباين. فعايز اقول لكم ان هي طبعا بتعمل برنامج عظيم، وان شاء الله كده في رمضان الجاي يكون عندنا فكره متبلوره نعملها لكم باذن الله تبقى حلوه. يعني ان شاء الله رمضان اللي فات يكون ان شاء الله افضل باذن الله، ونكون على تواصل دائم مع بعض يا رب ان شاء الله. لو عندك بقى اي حاجه عايزه تقوليها لنا كده ريزومي في الاخر. والله انا انبسطت جدا النهارده، اول مره اعمل لايف وطويل كمان، ففي احساس اذاعي معين. يعني احنا بنعمل مع بعض الحلقات بتاعت البودكاست، بنعمل حلقه كل شهر، فبنقعد نتكلم من على الكنبه في البيت صوت بس من غير صوره. فتقريبا ده برضو مهدنا شويه، الواحد بقى حاسس ان اتس اوكي انه يتكلم مع ناس كتير. فدي برضو تجربة جميلة، وأسئلة الناس جميلة، يعني الناس كلها مهتمة بحاجة معينة، يعني كله مهتم إزاي يعيش أحسن، محدش بيتكلم قوي على مشاكل قد ما كله عايز يحسن من حياته، أين كان هو واقف فين بيبص لحتة أحلى، ودي حاجة جميلة. يعني إن الواحد مش عايز يحل مشاكل تحت رجليه، لا ده عايز يعيش بشكل أحسن. فواضح يعني إن الأودينس اللي عندنا أو اللي عنده مصطفى مينلي ناس واعية وعارفة عايزة إيه ومثقفة، وده حاجة جميلة جدا. يعني أنا انبسطت بصراحة من طريقة الأسئلة حتى، يعني يمكن إحنا لخبطناكم شوية، ففي ناس معرفتش تدخل علشان موضوع التكنيكاليتيز هنا. نحن زي ما بقولكم سواء الفيديو هيفضل موجود، يعني الفيديو إن شاء الله موجود على اليوتيوب، هيفضل هنغير الصورة بس العجيبة اللي اتحطت في الكفر دي، حط الكفر وانا بظبط، فتحط كفر إيزي يعني كافي إيزي، فهنغير إن شاء الله ونخليه موجود يبقى معانا. وناس تقدر تشوفه، وان شاء الله المره الثانيه نطلع لايف نكون عارفين نظبط الاداء باذن الله. ان شاء الله هنبقى مستنيين المره دي باسئله جديده ان شاء الله باذن الله. معانا الاستاذ علي كمان يكون صاحي يشاركنا بقى الاحداث بالاصوات والغغغات والحاجات اللي بيعملها ان شاء الله. كل سنه طيبين، صباحكم زي الفل. شكرا لتواجدكم، وان شاء الله نشوفكم دايما على خير. هابي فالنتاين.